طيب طب لو جاب لي عدد، جاب لي اياه كتابة يعني كلام يعني لفظي، وقال انت جيب لي اياه يعطيك العافية، يعطيكم العافية، ان شاء الله تفهموا مزبوط معايا. طب نشوف الان لو جاب لي عدد بالصيغة اللفظية وطلب مني القياسية، اوكي؟ قال عندي مثلا، شوف جاب لي هنا كتب لي 900 ألف، تمام؟ 900 ألف و552، جاب لي اياها كده 900 ألف و552، اوكي؟ دحين عرفنا قبل شويه في المثال اللي قبل هذا المثال كيف لما يكون بالطريقه التحليليه وانا اجيب الصيغه اللفظ يعني اللفظيه حقتها او القياسيه عفوا. دحين جاب لي اياها باللفظيه وقال جيب القياسيه، اوكي؟ طيب برضو سهله، ما في شيء صعب علينا، احنا ابطال خلاص. طيب نقول هنا ما دام قال 900 ألف، شوفوا كيف قال لي 900 ألف، يعني بروح انا البيت الالوف. شوفوا كيف انا بسوي جدولي المعروف، اوكي؟ احد، عشرات، مئات، هذا بيت الواحدات، بعدين بيت الالوف برضو عنده احد، عشرات، الوف، حلوين؟ طيب هو قال 900 ألف، طالما انه جاب لي اللقب ألف بروح انا على طول بيت مين؟ بيت الالوف. قال 900، يعني في المئات، بحط في احط هنا ولا هنا ولا هنا؟ عفوا هنا مئات، اوكي؟ بحط في المئات كم؟ 9، لانه هو طلب مني قال لي 900 ألف. قبل ما يقول ألف قال شيء ثاني غير 900، يعني قال 950 ألف؟ لا ما قال، قال 900 ألف. دام انه ما في شيء اذا بحط ايش؟ اصفار، خلاص؟ هو بس قال 900 ألف فقط، خلاص؟ طب بعدين قال و552، هل قال لي هنا لقب؟ ذكر لقب هنا بعد هذا العدد؟ لا ما ذكر، طالما انه ما ذكر معناه انه في الواحدات، وانا قلنا احنا قلنا انه بيت الواحدات لقبهم ما ينقال، ما يذكر، خلاص؟ عشان كذا هنا ما ذكره، يعني انا بروح للواحدات. قال 552، يلا نبدأ في البيت الواحدات. قال 500، يعني بروح للمئات احط خمسة، اوكي؟ احط 500، احط صفرين، لا مستحيل. طيب مستحيل، ممتازة يا توتة، بس انك عكستيه. لا 900 صح، ممتازة، ما عكستي، ممتازة. 500 يعني احط الخمسة في المئات والاثنان في الآحاد، انه قال لي واثنين، طالما انه قال اثنين فبحطها في الآحاد. 500 حطيت الخمسة في المئات والاثنين في الآحاد، و50 يعني بحط خمسة في العشرات، صار العدد 900 ألف و552. ممتازة يا توتة، معايا ما شاء الله، اوكي؟ اللي جاوبوا ممتازين. طيب صار هو هذا العدد. طب لو عندي عدد كمان، لو عندي جاب لي هذا العدد قال لي 200 او 246 مليون، تطورنا احنا، كبرنا دحين، دخلنا في الملايين، نقول كذا 246 مليون، اوكي؟ و900 ألف و18، جاب لي هذا 246 مليون و900 ألف و18، اوكي؟ طيب بروح ايش اسوي؟ نفس الحكاية هذه، بسوي جدول صغيرون، اوكي؟ خلاص؟ هنا آحاد، عشرات،
مئات، هذا بيت الواحدات، بعدين بيت الألوف، أحد، عشرات، مئات، آخر شيء ده منه قال لي مليونا، فأنا بسوي كمان بيت للملايين، أهو بيت الملايين، أحد، عشرات، مئات، حلوين؟ طيب قال لي نبدأ نقول بسم الله، قال 246 مليونا، يعني يلا نروح لبيت الملايين وأحط فيه أول شيء قال لي 200، يعني بحط اثنين، ها أحط معاها أصفار، أحط الأصفار معاها؟ مستحيل مستحيل، الغرفة الواحدة ما تسع إلا رقم واحد فقط، أوكي؟ رقم واحد فقط، فبحط اثنين، بعدين قال لي و46، ده منه قال ستة، ممتازة يا توتة ما شاء الله معايا ما شاء الله عليك مركزة، طب قال وستة، ستة يعني آحاد، بروح للستة أحطها في الآحاد، بروح للآحاد أحط فيها الستة، و40، 40 يعني أربعة، أوكي؟ حلوين؟ مليونة، خلاص انتهينا، بعدين قال لي و900 ألف، بروح يعني بيت الألوف، أقول أنا والله جيتكم يا بيت الألوف، أوكي؟ يلا، قال إيه؟ إيش أحط في الألوف؟ 900، قال لي كم إيه؟ قال 900، خلاص؟ اللي يبغى جيست يسوي طلب، أوكي؟ اللي يبغى جيست يسوي طلب، طيب في كذا كذا على اليمين عندكم في أقصى اليمين تحت مرة، خلاص؟ تضغطوا عليه ويطلع إنه يعني طلب. طيب هنا دحين ايش نسوي؟ قلنا نروح لبيت الألوف، رحنا بيت الألوف نروح نشوف ايش فيه، قال 900، 900 اوكي، بس قلت 900 وسكت، فبكتب 900، لان ما في في الآحاد والعشرات ما في شيء، ما قال لي مثلا 921، ما قال 935، لا قال 900، فحطيت 900، بعدين آخر شيء قال وثمانية عشر، ها 18 يعني 18، يعني 8 في الآحاد والواحد في العشرات، يعني أكتب 18 عادية في آحاد وعشرات، ما في شيء هنا ما ذكر لي المئات، فبحط من عندي أنا صفر، إذا صار العدد شكله كذا 2 4 6 9 0 0 0 1 8، هذا هو العدد النهائي، هذا بالصيغة القياسية، ها لما نجي نقرأه 1 2 3 وبقسم 1 2 3 وبقسم 246 مليون 900 ألف و18، أوكي كده فهمنا؟ في أي سؤال في أي استفسار واعطوني آراءكم، إذا في عندكم مقترح للشرح لأي شيء أوكي كلموني، أنتظركم.